رجعنا لكم مرة ثانية مع أطباق شيف نضال. شيف نضال كان بيعمل كشكل فوق رشا منا سكبناها جاهز جاهز بطل عيو. شفتوا كيف صار؟ سهلة ما بدأ إشي، بدنا نخليها ساعتين حتى تبرد، بعدين ندخلها على الثلاجة. بدنا نزينها الآن بقليل من الفستق الحلبي وشوية يعني أي شيء بنحط عليها، ممكن جوز ممكن لوز، إحنا يعني عندنا اختيار اللي حابب اللي بدنا إياه. اللي ما بقدر مثلا يشتري فستق الحلبي ممكن أي نوع ثاني ممكن بالضبط يستخدمه. أنا أضيف قليل من الفستق الحلبي المطحون اوكي بهالشكل، ونحط عليها شوي من الكرز الاحمر. أوكي. ونذكر هذا معنا البرنامج اتصال. هلو معنا اتصال. الو ايمان اهلا مرحبا. اهلا وسهلا ايمان، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، شو اخبارك؟ الله يسعدك ويخليك، منورين على الشاشه. تسلمي حبيبتي. وجودك وجودك ايمان. تحبي تشاركي معنا؟ بدي اجاوب على السؤال. طبعا تفضلي. على طريق المدينة الطبية. أوكي إيمان دخل اسمك على الصحب، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. إذن الآن بدي أهلا وسهلا، شكرا لك، راح أقدم هذا الطبق لطباقي، والآن تفضل على المطبخ ربا. أوكي عاملين أطباقك الدايت اللي بتجنن كالعادي. لا وهذا عجبني كثير لأنه أي حدا بيقدر يعمله من مكونات موجودة للفقرة. الله للفقرة يعني. أوكي للكل. نشوف الفرن اللي صار فيه عندنا هون. طيب أيوة بنشوى. عم بنشوى الجاج. خليه كمان شوية. اوكي وحنسكر طيب. الفرن ونقدم اول صحن من اطباقنا. يلا هلا بدنا نعمل اول شيء سلطه الفلفل الملون. سلطه الفلفل الملون طبعا سهله جدا، راح ناخذ المقادير على الشاشه. هاي طبعا كلها فيتامين سي، هاي مليانه هاي فيتامين سي. اوكي مقادير سهلة جدا وما بدها وقت. اوكي صلصة سلطة الفلفل الملون عندنا كوب خس، كوب سبانخ، نص حبة فلفل أحمر، نص حبة فلفل أصفر، نص حبة فلفل أخضر، نص كوب بندورة كرزية، معلقتين زيت زيتون أسود مقطع، عصير حبة ليمون، 150 جرام جبنة بيضة قليلة الدسم، 3 معالق خل العنب، ملح وفلفل ورشة خردل. اللي ما بيلاقي خردل بيقدر يحط خردل المسترد العادي. يا عيني على الوصفة. فيتامين سي اسألي. اوكي. هاي ما بدها شيء طبعا سهل الفلفلة. جدا. انا مساعد الشيف اليوم عندك. هي عندنا كثير بنصح دائما نستخدم السبانخ مع الخس لانه السبانخ فيه فيتامين باباي بعدين فيتامينز وفيه نسبة حديد عالية مع الليمون بتساعد على امتصاصه. وطعمه كتير زاكي فما هي جبنه بسك. كمان هي جبنه خليها على الوجه، على الوجه. نحط الزيتون الاسود البندوره الكرزيه كثير سهل السلطه هاي. وراح نحط هلا الصلصه، نعمل الصلصه. اوكي دلسة. هلا راح نحط تقريبا عصير حبه ليمون. اوكي وراح احط 3 معالق من الخل العنب الاحمر. في حال استعملنا بلسمك بزبط معنا بصير كمان؟ بصير بلسمك صح؟ اوكي راكي طعمه كتير. طيب كثير رح ارش رشة ملح، هذا الملح هاي الملح موجود عندك. اوكي وكمان فلفل. اوكي هاي فلفل ها عليها فلفل اعطينا عليها. اوكي وراح احط زيت زيتون طبعا حسب الرغبة، ممكن نحط شوي او حلو رح اخلطهم مع بعض ونحطهم على الصلصة وبعدين بنحط الجبنة البيضة على الوجه بس نقدم الطبق. شوف لك الصحن عشان تقدمي فيه هون المطبخ عندنا. اخلطهم. اذا هي الصحن كمان رباب عشان تسكب فيه. يلا بنسكب فيه السلطة وبنحط الجبنة على الوجه. اوكي. يعني سلطة حتى منظرها والوانها هيك طبيعية وغنية جدا. صح احنا كثير بنشجع دائما النفس ربع فكره انه دائما نستخدم احنا خضره قد ما بنقدر بي حلو حلو بوصفاتنا طبعا. رح نحط الجبنه البيضة القليله الدسم على الوجه وبتكفي وكثير حلو دائما مش بس خيار وبندوره وصلطه ممكن كمان تكون مين كورس. صح واحد فيجيتيريان بياكل وجبه كامله بياكل وجبه بكيف عليها خبز الكرتون صح يا عيني المحمص. بس بنحب نذكر هذا البرنامج برعايه طبعا ليدرز عيش التجربة نبي ولا يهمك وطناجر فلونا لسه مدياتك. حلو كثير الصحن جد صحن حلو السلطة ألوانه هيك زي ألوان الربيع. احنا اليوم فكرة عاملين حتى أطباقنا بسموها الربيعية الفول. خليني أجي عندك أشوف الفول. شو بس شو رأيك تشوف الفول يلا ها كيف وضعه؟
الله. يعني تقريبا هي بلش ينشف ميته، بتلاحظها كيف؟ بده كمان حوالي ربع ساعة. يعني مع دجاج أو بدون دجاج الفول بشهي صح؟ بس لا مع دجاج نبيل بيطلع أسهل. أكيد مع نبيل طبعا لأنه أوكي نغطيه ونخليه حتى يستوي. وصفتي ولا وصفتي؟ لا كملي كملي كملي. هلا بدنا نعمل كمان حلو اللي هو بالتمر، أصابع التمر أو كرات التمر. ناخذ المقادير على الشاشة بليز. حلو التمر سهل جدا كمان شيف وما بياخذ وقت. أصابع التمر والجوز عندنا نص كوب تمر مقطع، معلقتين كبار مارجرين، اللي ما بده يستخدم مارجرين بنقدر نلغيها بالمرة، كوب حليب خالي الدسم، نص كوب من جوز الهند المبشور، نص كوب من الجوز المقطع، 2 كوب ونص من البسكويت المطحون. حلو سهلة صح؟ والله خلينا هذا كيف فضوي؟ لا لا آخر واحد من هون، آخر واحد من هون. أيوة أوكي أيضا أوكي. عندك؟ هلا احنا عندنا هون كوب من الحليب، بدي اعطيك المضرب كمان على حراره متوسطه. هاي المضرب هون راح احط عليه التمر، المارجرين ما راح احط حتى معلقتين، ممكن نقلل او اذا ما بدنا كمان نقدر نخفف. هلا بدي احكي شغله، اللي حابب يكون طعم التمر اقوى ممكن يستخدم تمر اكثر ويقلل بسكوت، او المطحون ممكن يستعمل كمان. بصير المطحون بصير، بس هو عشان مع الحليب بده يطلع النكهاته. بس إذا حابة تطلع نكهة التمر أكثر من كتر التمر. عندنا هون نص كوب من التمر المقطع، وراح أحط معلقة من المارجرين أو ممكن اللي هي الزبدة النباتية. الزبدة النباتية بالضبط. ننتبه إنها تكون خالية من، بنسمي إحنا دائما دهون مشبعة. نختار الأنواع المعمولة بس من الزيوت النباتية وما فيها زيوت بنسميها مهدرجة. سكر ما فيها، هي سكر الوصفة ما فيها سكر لأنه مستخدمين تمر ومستخدمين بسكوت. فهلا هذا بده يضله على النار ليغلي الحليب، ويضله تقريبا 5 دقائق لشوي تطرى يطرى التمر، ومنحط عليه طبعا البسكوت. نقدر نختار أي نوع بسكوت، نقدر نطلع السعرات الحرارية ونختار الأخف منها. وبرجع بحكي حابب تمر أكتر بتقدر كتر تمر ونقلل من البسكوت. أوكي نستناها لتغلي، ورح نحط عليها الجوز المفتوح، جوز الهند، جوز الهند والجوز، جوز عين الجمل بس عين الجمل صح؟ جوز مقطع، وعندنا جوز هند مبروش ها كمية. وبعدين البسكوت، البسكس. أوكي أوكي بس هلا بدنا نستنى لتغلي. تحب تحضر إشي شاف؟ لا لا خذ راحتك ما عندي مشكله. رحنا للفول بس بدنا نشيك على الفول ونشيك على الدجاج اللي بالفرن. خلينا نشوف الدجاج، نرجع هون نشوف الرز بالفول ايش صار فيه. هيو عم بنطبخ، بلش الحب ترص. العصفر كثير زاكي مع الرز، بيعطي رمان منظر جميل للرز. فهي الرز بالفول يعني عم بنطبخ وبده حتى ينشف، حتروح كمان مدة 10 دقائق او حتى اخر البرنامج. بيأثر اذا بنحط شوية كمون؟ لا ما بيأثر، كمون برضه بتساعد على النفخة يعني. مش غلط. الناس البداية هاي كمان الدجاج عندي تقريبا صار جاهز، استوى تقريبا. تقريبا استوى، هي صار جاهز الدجاج جورميه بالفلفل مع الليمون. راح نخليه شوي صغير يتحمر وبعديها نطفي عليه النار وخلص هيك. ونقدمه مع الرز بس في اخر البرنامج مش هسه. اوكي. هلا هذا رح يغلي. طبعا التمر فيه كتير فوائد، عملنا حلقات كتير عن التمر بدنيا دنيا. التمر فيه فيتامينز كتير، فيه معادن، فيه سيلينيوم، معدن نحكي مضاد الأكسدة ومساعد كل شيء. التمر مجنن كتير. إذا معنا اتصال ومعنا نواف عايد. ألو ألو، تحياتي نواف، كل عام أنت بخير، كيف صحتك؟ ألو معك معك، تفضل نواف، سامعك حبيبي. الو تفضل، انت بخير؟ كيفك يا نواف؟ هلا حياك الله. يلا بتحب تشارك معنا؟ يا ريت. تفضل اعطينا الجواب. شارع المدينه الطبيه. اوكي نواف اسمك صار معنا بالسحب وحياك الله، كل عام وانت بخير. نرجع نتذكر بسؤال المسابقه طبعا، اين يقع محلات ليدرز او مجمع ليدرز؟ طبعا هو مجمع للمواد الكهربائيه، وعيش التجربه. عيش التجربه بليدر، تعالوا جربوا. وهذا البرنامج برعايه نبيل ولا يهمك فلونا، طناجر ممتازه وليدرز عيش التجربه.
اوكي، هي هذا الحليب بدا قرب يغلي. بنلاحظ انه التمر بيصير ينهرس، واللي حابب يكتر تمر بيقدر، لانه احنا مش مستخدمين سكر ومعتمدين على السكر الطبيعي الموجود بالتمر. نعم. مصدر طبعا اساسي للطاقه، ودائما بنحكي على وجبه الافطار 3 تمرات كثير بيساعدوك تاخذ اول شيء المصدر حلو للطاقه. راح نطلع فاصل وراجعين. اوكي يلا على الفاصل.